81 53 28 نقطة الفارق لصالح النادي الأهلي. جانا الشامي تمارا نادر السيد جانا الشامي فاطمة هاني من خارج القوس تصويبة ثلاثية اير بول هوائية المتابعة الدفاعية ثريا محمد ودي سجدة الشكر لطارق خيري كوتش النادي الأهلي. خلاص ينتهي اللقاء مشاهدينا الكرام مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان بفوز النادي الأهلي على نادي الجزيرة في اللقاء الثالث وينهي سلسلة اللقاءات 81-53. ويفوز بدرع الدوري موسم 22-23 وهذه مراسم التتويج وتوزيع الجوائز على الفرق فريق النادي الأهلي واصحاب الميدالية الذهبية وهذه فرحة اللاعبات. خمس بطولات لهؤلاء البنات هذا الموسم مع الكوتش طارق خيري، بطولة دوري المرتبط، كأس السوبر وكأس مصر وبطولة المنطقة والدوري العام دوري السوبر. خمس بطولات لهذا الموسم لهؤلاء النجمات الذهبيات للنادي الأهلي هذا الموسم. وده حوار كده ما بين دكتور مجدي أفريقيا رئيس اتحاد مصر لكرة السلة وكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. من حقهم طبعا يفرحوا وفرحة كبيرة للجهاز الفني واللاعبات طبعا. سعادة غامرة. Thank you.